مشاهدي غيزان تي في، مرحبا بكم على فضل حصة جديدة من برنامجكم التكتيك. كما وعدناكم هذا أسبوع خاص بفريق الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي مقبل نهاية كأس الاتحاد الإفريقي، وبطبيعة الحال اللي كيتصل معنا وكيتواصل معنا وكيهضر معنا في أي موضوع فحنا كنتواصلوا معاه في هذا الموضوع. كما وعدناكم بالأمس كيحضر معنا في البلاطو اللاعب السابق الرجاء اللي فاز معاه بمجمع معظم الألقاب اللي فاز بها فريق الرجاء الرياضي في واحد الحقبة اللي كانت زاهية على فريق الرجاء الرياضي، واللي ربح هذا الكاس اللي كانت اخر نسخه اللي كانت امام كوتون سبور غاروا الكاميروني، اخر نسخه كاس الكاف الاتحاد الافريقي من بعد قبل ما يدمجوه مع كاس الكؤوس اللي كان فاز بها انذاك هو الوداد الرياضي بالهدف الشهير ديال طلحه ديال لاعب طلحه لاعب فريق الوداد 2001 وكانت في نفس النسخه ديك الساعه. سي رضوان الحيمر مدرب نادي الرياضي السلمي، اهلا سي رضوان. السلام عليكم، تحيه لك وتحيه لجميع المشاهدين ديال اوريزون تي في. قبل ما نبدا فملي درت في الصفحه، ماشي صفحه هو حائط، ما عنديش صفحه رسميه ان شاء الله غادي تكون، ما ديرهاش. تكلمت على واحد السؤال، السؤال اللي طرحت هو واش ما كانش من الممكن نقل اللقاء المؤجل كان بدون جمهور اللي كان اليوم بين الوداد الرياضي ونادي يوسف برشيد الى ملعب اخر نظرا للالتزام فقط بالنهايه. فبزاف الاخوه الاصدقاء خاصه الوداديه منهم اعتقدوا بان زعما دمج اسم وداد ودمج اسم الوداد بغض النظر على شكون كان اللقاء، ولكن كي انا تسالت ما قلتش خصو يتنقل، يقدر يكون لا، لان البرمجه في البدايه فاش برمجت المقابله ما كانتش عارفه اش غطيح، يعني لا يعلم الغيب الا الله. غاية من التساؤل او طرح هذه الاشكاليه هذه اللي كانت واللي نجمت على ارضيه الملعب اللي شفناها كاملين، كانت غايه واحده من هذه القضيه هذه هو فقط ارضيه الميدان، لانها نهايه ديال كاس الاتحاد الافريقي ونهايه فيها صوره وفيها لقاء دولي وغيره، ما بغيناش الملعب يكون سيء بغض النظر شكون طرف. ثاني شيء التساؤل ديال الوداد، فانا شخصيا محمد امين حميد كنت انا ذاك كنمشي مع السي اسامه كنمشي للراديو وكنتكلم على ان الوداد غير المعقول تسد على الملعب وهي لعبه في الشامبيونز ليغ كتمثل المغرب، وانا سولي التبرير، وبالتالي بزاف الاخوه كنجاوب على تساؤلهم، فضلت نجاوب في المباشر باش الناس تفهم. تساؤل طرحناه ما عنده علاقه بشكون، لا الرجاء ولا الوداد، تساؤل يقدر يكون ماشي في محله، ماشي ماشي محله تساؤل، ماشي في محله الموضوع، نظرا لان اللقاء برمج وبرمج بملعب مركب محمد الخامس. هذا حنا تكلمنا على حاله الملعب اللي غتكون صعيبه للفريقين معا، كندوي على النهائي لان تافيتا كلوب هما فريق قوي ويمكن له يستافد من ارضيه الميدان، وهما فرقه تتلعب الكره وتتلعب بواحد الطريقه اللي هي ستوندر بالطرق اللي كتعجب سير دوال الحيمة. تفضل سير، يستافد الخصم لان الرجاء البيضاوي فهو المضيف وهو اللي كيدير كيلعب دائما هذيك الارضيه، وديك الارضيه دائما كتكون صالحه لكره القدم. يمكن الامطار اليوم كانت غزيره وغزيره جدا، يعني شفنا الحاله في التلفازه وفي بعض الصور كيفاش اصبح الملعب اصبح كارثي، لان ديجا انه ما خداش الراحه باش والوقت باش يتسد، لان كان عنده مشكل الناس اللي تحدثوا معاهم كان خصو واحد الراحه بيولوجيه اللي كتكون في البرد الشتاء كتكون على الاقل 21 يوم، ديك 21 يوم ما خداوهاش تقريبا، خداو جا تلعب مع المنتخب كاين مباراه الرجاء كاين مباراه الوداد، لذلك ما قدروش يستحملوا الضغط لا ديال الجامعه ولا ديال الرجاء والوداد، لعبوا تلعبات في المباريات في حين ان هما ما كانش عندهم الشجاعه الكافيه فين يسدوا الملعب. نعم كاين مشكل، كاين مشكل ديال الملاعب لعيب، ماشي مشكل راه وجده عنده مشكل هذاك السنه واتزم امام الوداد الرياضي الوقت اللي كان مشى ليها اللقب مع الفتح الرباطي. كان مشكل وداد كتلعب في اكادير وكتلعب في اسفي وكتلعب في طنجه وكتستقبل في خليبكه وكتستقبل تتكافؤ الفرص ما بقاش. هذا هو هذا هو المشكل. انا علاش من مثلا من كون هذا المشكل تقريبا ما كاين ويكلو لعب انا لعب كاع في بن جلون للاسف، لعب بن جلون الا كان مثلا غتقلب على حتى مشيتي قلبتي على ملعب اخر في هذا وسط هذه الامطار راه ما يمكنش يسلموا لك. نعم راه تيشوفوا هما الصلاحيه ديال واحد المده طويله، ماشي يعطيك في ديك المناسبه هو يضيع. غير هذا الزمام راه حتى الساعه اللي هما من الخصوم داكو في دوزيام ديفيزيون ما بغاوش الناس الجديده يعطيوهم الملعب، لانه حتى ملعب شهب
نظرا لغياب السلامه الامنيه في ملعب الشهب فما بغاش تعطيهم الملعب، وبالتالي هذا هو اللي خلانا نطرحوا التساؤل على النهايه. الخصم شكون كيفاش الفريق هذا موضوع اخر ما عندي دخل به وما غاديش ندخل فيه. النهايه في حد ذاتها نرجعوا نناقشوا مع السير رضوان. رضوان، الرجال هو فريق المقنع لحد الساعه قبل من النهايه. هو حقيقه بالنسبه واش مقنع واش مقنع ولا غير مقنع كاين كما علامه استفهام في هذه المساله، ولكن حنا ولاد اليوم ما بغيناش نهضروا على الماضي، ما بغيناش نهضروا على الاخصاء ديال الكاس الطريقه. حنا الناس اللي حنا لا لاعبين لا قدامى لا مسؤولين لا جمهور لا غيوري لا عشاق ديال هذا الفريق الكبير، وما كنتظروا هذا النهائي لان حنا غادي نشجعوا لا الجمهور. هادشي دابا الناس كيفاش كدير الصفوف والصفوف في الناس في اليوم مع 5 الصباح مع 4 ونص باش يمشيو ثاني بورقه باش يدخلوا للملعب. يعني حنا كنتهضروا بعد غياب واحد 15 سنه. انا ما يمكنش نتكلم على الماضي، كنتكلم على الحاضر، وكنتمنى فريق الرجاء البيضاء يعوضنا في المناسبات الكبرى. كيكبر ان شاء الله غيكبر هذا النهار الحد مع فيتا كلوب. نعم كنا يكبر كيكين الكره راه واقع تلعبتي نهايات. النهايه مراد رضوان عفوا ملي كتكون نهايه كتكون تفكير اخر، تيكون لاعب اخر في النهايه. حتى الخصم اللي هو فيتا كلوب حتى هو عندهم لاعبين دوليين وعندهم مدرب اللي هو مدرب كبير. نشوف مدرب كبير وفرقه صعيبه. هذا شيء تنعرفوه، وهاد الفريقين معاه استحق الوصول النهائي وكانوا يمشيو تيلعبوا في العصبه، اللي عندهم امكانيات وعندهم بوتونسيال باش يلعبوا في العصبه. بالنسبه لي الفريقين في الاوراق مكشوفه عند المدربين معاه. يعني ديجا لعبوا جوج مرات بيناتهم، كان تعادل وكان هزيمه وكان ظروف اخرى. هذاك التعادل كان واحد الظروف اخرى، كان واحد التغيير وكان نهايه الموسم، كانوا عده غيابات. بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي كيستقبل في الميدان ديالو ما خصوش يتشيل عليه، هذا اول حاجه. اول شيء. ثاني شيء خصو يضغط على الخصم، لان الخصم من الفروق اللي هي تبغي تبني الكره وكما كتلعب كره حديثا، ماشي من الفروق اللي كتعتمد على الكره الطويله. هذا الخصم تعلم شويه من قبل ما كانش كيعرف يسافر. الان شفنا من بعد مورد دا ولا كيعرف يسافر، كان الميدان ديالو صعيب ما كانش كيعرف يسافر، الان ولا كيعرف يسافر. لذلك اول شيء نضغطوا عليه في لا سيما واحد 30 دقيقه اللي كتكون عندنا ديك الطراوه البدنيه، خص يكون ضغط كبير مع مساعده الجمهور، ونخليو ونستخلصوا الكره بسرعه ونفرضوا عليه يخطا باش ناخذوا ليه الكره في الميدان ونلعبوا بلوكو. وخصنا نسجلوا على الاقل، انا تنقول ان شاء الله كنكسر هدفين اللي صفر. الا بغيتي تمشي عند هذوك الناس تمشي انت مطمئن، وماشي شي اطمئنان، لانهم في الميدان ديالهم صعاب وصعب جدا. في الميدان ديالهم كيلعبوا بواحد الطريقه هجوميه وطيلك كيبقوا ضاغطين عليك، ضاغطين عليك، كتعرف اجواء وكتعرف السانتيتيك. لا ولكن هما ناس مربين، لا تنعرفش على الاجواء. كنقول لك الجو الافريقي راه كاين التقصير، ماشي هو هذا بلا ما نكذبوا، حنا راه 10 سنين وحنا تيلعبوا في كاين السانتيتيك، راه ماشي هو العشب الطبيعي، كاين ظرفيات فهمتي، كاين واحد الطقوس اللي كتساعد. شوف حنا كما حسنا خصنا نساعدنا، شنو ساعدنا؟ خصو يساعدنا اللعب بالليل، خصنا نساعد الشتا والبرد لانه هما كيكونوا ضعاف شويه فيها، لان ما كيكونوش موجودينش لهم، موجودينش. واللعب كيكون الطاير هما داكشي الجو بكري شويه باش ايفيتيو باش يجليسي الكره كتجليسي. قد ما كانت الكره كتجليسي افضل لينا، حنا متعودين على هذه المسائل. حيت كاين شي امتيازات راه كيبان لكم عادي، ولكن راه امتياز الخصم، لا هما عندهم لا هما عندنا، خصنا نستافدوا منه كما هما كيستافدوا منه. رضوان انا باقي غنرجع معك قبل نهضروا على غاريدو الطريق، ناخذوا مكالمات. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم سي محمد امين، تحياتي لك. وعليكم السلام. مرحبا خويا، اسمه المدينه؟ معك محمد من مدينه بركان. محمد من بركان، اذا سمحتي يا خالد تعطينا الصوت يكون بجوده افضل، تفضل سي محمد. اولا تحيه للسي رضوان سي خالد واحد. الو الو محمد تنسمع مزيان. اولا كنبغي نحيي سي رضوان. الو 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 تفضل سي محمد. قلت لك اولا قبل كل شيء كنبغي سي محمد. وي كنسمعك. تفضل. كنبغي نحيي السي رضوان الحمر، واحد من القدومين لاعبين الرجاويين اللي استمتعنا معاه، واللي عطى الكره المغربيه شيء كثير والكره الرجاويه. شكرا الله يحفظك. واللي كيشق نفس الطريق وفي ميدان التدريب، نتمنى له التوفيق مع الفريق ديالو. مبروك عليكم تتوما. الله يحفظك. كان مباراه صعبه وعلى الانفاس. باز ليكم. باز هو باز على منير الجواني. منير الجواني الناس راه من 2012 الناس كيبحثوا باش يربحوا اللقب. نعم. شتي انايا راك في التيران، تفرجت من التيران. نعم. وحكشتي داك الشيء ديال داك الجعواني ضربوا في واحد السته
الحاله اللي كنت فيها انا حقيقة. داكشي داكشي الجعوان راك واحد يعني لا انت فهموك، انت انت محب محب الجعواني مدرب. ورا الله يحسن عوان، ورا ما راه باص ليهم اخويا كيقدروا يجيروا داك. دابا اخبارك واحد الحاجه خويا، والله خويا شوف دابا انا كنبغي جميع الفرق المغربيه من غير انا يعني، ولكن والله الا تعاطفت مع ديك النهار مع بركان على قبل على قبل الجواني خصو يموت والله، حتى خصو يوقع له شي حاجه عرفتي. كيبان لي مسكين من تبارك عليه التعادل، من تبارك التعادل، من تبارك التعادل والهدف الثاني راه قال لي بحال اللي قلبه غيسكت. قلت يا ربي زعما مشكله ثانيه نسيت الفرقان انت كل شيء بقيت مقابله مع لا يوقع لي شي حاجه. والله العظيم الا صعيبه 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 يعني راه من التدريب من صعيبه، ودافواغ انا مدخنوغ اللي كيخدم بقلبه. نعم نعم لا تيخدم. انا رايك في النهائي يا سي محمد؟ اول حاجه خويا محمد امين برك كنبارككم مره اخرى للجماهير بركاني كامل اللقب. ثاني حاجه خويا نهضروا على موضوع الساعه باش نبقاو في فريق الرجاء. اول حاجه يعني ما بغيناش اشاك فوا جمهور الرجاوي صراحه، نشوفوا دوك المناظر ديال الجمهور كيتعذب كيفيق مع 5 الصباح. الا بغينا خويا محمد امين وانا في رايي الا بغينا نوصلوا للاحتراف ونرقوا الكره المغربيه خص التنظيم، ومستوى التنظيم كيرقى يعني كما كنشوف باغ اكزومبل على في الدول الاوروبيه ولا كان انترنت كان يا بليزيوغ زعما كانال اللي تقدر تحط فيهم داك لوبي بلا ما تعذب الناس جايين مع 5 جايين مع 4 الناس ما ناعسينش ماشي نوار اتسيتيرا. دونك نتمنى ان شاء الله بحال هاد الحوايج ما يعاودوش يتكرروا. بالنسبه للمقابله خويا نتمنى الرجاء ان شاء الله تكون في الطوب كاملين معها قلبا وروحا، ويعني راه ماشي الرجاء هذاك راه المغرب اللي غتلعب ان شاء الله نهار الحد، وغنسيبورتيوها ان شاء الله كاملين وكاملين معها يعني في هذا. ونتمنى ان شاء الله ان كاع اللي فيكتيف يكون مالغي ربما الشاكير ني با ابت 100% لهاد الساعه ني با ابت هذه حسيت. فوالا ونتمنى ان شاء الله ما يتغامرش بعيد، لان الشاكير تقدر تغامر به وتدخلو يلعب معاك ربع ساعه 20 مينوت ويخرج وغتخسرو في دو ماتش زعما. الا كان ابت 100% نتمناو يكون سينو يقدر يبقى واللي يدخل يقضي يعني وسميتو يقضي الغراض. ونتمنى ان شاء الله ان الريزلت ديال الله عليه يكون ان شاء الله يعطي الله ان شاء الله. شكرا سي محمد. امين واحد النقطه اذا سمحتي تكون سريع عالي ما تصرف كلمه تفضل. يلا دابا شوف واحد النقطه ديال الماتش ديال الوداد، نتمنى من اللاعبين الماتش نقول هذا اللاعب اكس ولا ايكرا، نتمنى اللاعبين سيرتو في الماتش يحاولوا يضبطوا راسهم لان كنسوقوا هذا المنتوج الوطني بغينا نسوقوا في احسن صوره. نعم شكرا ليلى سعيده تبارك الله عليك. يمكن لعابه الوداد كيدوزوا بزاف الاشياء اللي خصنا نتفهموه. لعابه كاين اللي يتهم اللعابه، كاين اللي مشى اللعابه كيتهاونوا في الخدمه ديالهم، وانا كنعاود نقولها لا، ومن يتهم لاعب الوداد فهو خاطئ. لاعب الوداد نزهاء وناس شرفاء، والى خسروا راه كيخسروا في كره القدم ولا تناقش. شوف هذا مشكل في كره القدم المغربيه. الا هو الا رجعتي معايا غير كاسيت الوراء من غير تقريبا واحد احنا واحد تقريبا مع وحيد ومع اوسكار اللي واحد الفتره اللي كندير واحد ربع سنوات ما تبقى يلا كيوصل القمه تينزل دخيا يعني حتى فريق الرجاء يلعب مع البايار ثم نجي واحد لاشوت واحد لاشوت لان ما بقينا فزنا التلاقاء ما بقينا يعني عانينا الامرين لا اداريا لا تقنيا. هذا هو المشكل، ما كاينش واحد الاستمراريه ما تنوافروش. الفريق كاين تعب لانه سيناتي ما كيرتاحش يعني، حتى هذيك الفترة الزمنية اللي كتلعب فيها كوب دافريك غير صالح الفرقي كانت قرات المغرب التطواني، هنا حتى المغرب التطواني تا هو عرف واحد لاشوت. هنا المشكل ما كنحافظوش على القمة، كنحافظوش على الاستمرارية، كنحافظوش على الاستقرار لا التقني لا العطاء لا ديال الألقاب. هذا هو المشكل، دائما كتلقى فريق وصل دا بطولات دا عصبة الأبطال كتلقى من بعد كيوقع عليه مشاكل كثيرة لجميع الفرق الوطنية ومشكل قاعة الفتح الرباطي هذا الآن. هذا ما كاينش استمرارية في النتائج وما كاينش ذوك الفرق الكبرى كيكون واحد الباساج فيه ولكن ما خصوش يفوت كان الجور أم وكاع، حنا كنطولوا فيه بزاف. هذا هو المشكل كنطولوا فيه. هذا هو اللي كاين بالنسبة للعابة كما قلت واش ما كيعرفوش يسيروا ديك القمة ملي كيوصلوا ليها من بعد كتجي ديك لاشوت. للأسف الوداد أنها جات في واحد الوضعية كأس العرب تشامبيونز ليغ كأس العرب جات في واحد الوضعية اللي شوية كنشوفوا دابا شوف هاد امين خويا كيقول الطريق ما دافعش على النقابيين شرفه واش كنتي معاهم. انا كنعاود نقول لك وصفهم انت كما بغيت توصفهم، بالنسبه لي مرفوض اللاعب الوداد الشرفاء وكيتسموا بالنزاهه وبالقتاليه، وانا تندوي على الناس عشت معاهم في النهائي ديال الشامبيونز ليغ، عشت معاهم شفتهم بعيني وشفتهم كيفاش كيلعبوا شفتهم كيفاش ابري غادي تخلصوا انا معاك
كيتخلصوا ولا كتخلصهم هادي. ولكن ان نتهمهم بانهم هما باغيين يخسروا باش يجريو على مدرب ولا هذا فهذا يمكن دابا ما بقاوش كيتماشاو مع هذا المدرب مع المشكل عندهم مع الاداره وهذا وهذا اكسترا. تنشوفوا دابا التصريح ديال البريباراتور فيزيك اكسترا. ولكن ان نتهم لاعبين بالتهاون فاسمح لي امر غير يمكن شي واحد شي امثله لعاب الوداد ما كاينش هادشي. وما اظن ان لاعبين تمينا فريق كبير غيدخل يقول انا نخسر باش يبدا يعيروني هاد الناس. نخسر ولكن بعض الاحيان كتكون مرتاح لواحد المدرب بعض الاحيان ما تكونش مرتاح لواحد المدرب. يعني كيكون مدرب اللي ما تيوصلش الميساج وما كاينش داك الكورون كيبينوا بين اللاعبين وكيكون سبحان الله مكروه. يعني اللاعب حتى هو ما تيلعبش ما كيبغيش المدرب. نعم ما تيبغيش المدرب. شحال لعبت لعبتي معاه في كاري مدرب في كاري بغيتيه على الشخصيه ديالو. نعم. وخدمته كانت عاديه هو تيخليك تحبو. انا كاين راه التدريب راه ما فيش غير يوم المباراه. راه كاين الكوتشينغ راه كاين العامل النفسي العامل ما لا يعرفه الناس على اوسكار فيلو الله يرحمه. نعم. هذا ما كانتش قوته هي التدريب. لا لا باتات هضرنا عليها البارح انا وخليف في واحد الموقع الكتروني وتكلمنا على اوسكار في هذه الفتره الاوسكار وتكلمنا واش كانت القوه ديالو هي التدريب؟ لا ما كانش كيحضر التدريب قليل لا نادرا هو فقط باش يجي كان عامل داني ثم كاين الشجاعه ثم الشجاعه وعدم الخوف كيعطيك الاطمئنانيه المغامره. هادو من اربعه الاشياء اللي كنعترف بهم اوسكار هادو ما تيخافش منهم وعنده ديك قراءه المباراه والتغييرات فهمتي. اما التكتيكي او ديك طابلو او فيزيوني لادفيرسير ويتكلم لك على الفيز جامي جامي جامي. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم سي محمد امين. مرحبا خويا الاسم والمدينه. سي محمد امين معك ابو نوفل تحياتي لك سي محمد امين والاخ شكرا معك. مرحبا سي رضوان الحيمر. السير ضوء الحيمر سي محمد امين انا نبدا بهذه القضيه ديال النقابه والتهاون. هو المساله ديال النقابه كره القدم كيصعب على اي لاعب يديرها. لما دير تكون كويري وعندك 10 على ظهرك وكتعرف كيفاش تلعب الكره. ما اظن ان النقاش ولو يبغي ولو يكون انه مثلا عنده الرغبه يديرها. اختاريتي الموفي اكزومبل النقاش هو من احد الناس اللي هي يعني ديك الكاليتي يعني السيمه ديالو معروفه بجميع الفرق اللي حتى نقاش سميتو راه ما دارتش يمكن الوداد بحال العصبه ولكن نقاش هذه سنين وتلعب كره القدم بلا كاليتي اللي تيعرفوا على جميع الفرق اللي داز معاهم نقاش اخويا ابو نوفل هي سمح لي هاد العباره واخا ما كنبغيش نستعملها هي الرجوله يعني الخصال ديال الرجله انسان اللي ما تيبيعش عرقه وما تيتهاونش في العرق ديالو. تفضل. هو شوف هو نقض من عدم واش كاين ولا ما كايناش انا شخصيا كنضف الموقف ديالي الموقف ديالي غير مع بعض التحفظ ما لان ماشي انا ما كنسميهاش نقابه اكثر ما كنسميها تهاون. صوت كيبعد شويه سي ابو نوفل تفضل. كاين بعض اللعابه اللي كاين شويه ديال التهاون منهم ما نقدروش نقولوا النقابه وانما نقولوا كاين شويه ديال التهاون منهم الماهري مثلا كيبقى بعض المرات بحال السيد كياخذ الامور بجديه هذا هو اللي كاين كاين ديك اللعابه بعض المرات كيتهاون شويه في التيران. فيما يخص الوداد سي محمد امين وهذه واحد المساله مهمه في حياتك الان ديالنا هو الانسان في الحياه ديالو اليوميه بعض الاحيان كيحتاج للتغيير سواء في المؤسسه اللي كيشتغل فيها سواء في النادي سواء في الاسره سواء في المدرسه. هنا هنا كنهضروا كرويا يمكن ان كاين بعض اللاعبين من الوداد يمكن خصهم يتبدلوا تقدر توقع هذه متفق معك كيكون واحد كيكون واحد الفراغ لاعب كيكون عنده فتره فراغ هذاك الوقت يخص فرصه اخرى للاعب ثاني علاش انا عندي 30 لاعب فهمتي باش تبقى ديك لا كونكيرونس تبقى حيت لا يعقل عاوتاني لاعب ما كيظهرش مستوى ربعه المباريات يبقى رسمي هذه فيها علامه استفهام. لا ما درتيش المباراه الاولى نصبر عليك مباراة الثانيه مره الثالثه غادي نعطي لك الفرصه الاخر باش تمشي تجتهد ماشي تبقى ناعس بلاصتك واش محفظه ومسجله. لا كره القدم ما فيهاش سير قال لا ما كنتيش مزيان دخل واحد اخر يلعب مزيان. تفضل تفضل سي التغييرات في محمد امين واحد الحاجه دائره في بعض الاحيان كتكون ايجابيه سواء الطرف. نعم نعم. حنا نمس هذه القضيه هذه في الوداد البيضاوي ان مثلا الحباب انا شخصيا يعني كنت كنفكر ان مثلا اي من يستقطبوا بديعه يتم التفكير لواحد المده ديال الاعاره مثلا الخليج واحد العام يكون مناسب انا حسيت مثلا الحفل الثنائي غير ديما ممكن يمشي يعاود يسترجع. ابو نوفل عاود قرب التليفون الله يخليك مشى لنا الصوت ديالك. دابا كتسمعني مزيان كتسمعك تفضل. حيد الكيت حيد الكيت الله يخليك حيد الكيت حيد الكيت. داكور اسمح لي واحد دقيقه. كيت دابا مزيان تفضل. دابا مزيان محمد امين مثلا الحباب انا شخصيا كنت كنفضل انه يتم مثلا يكون عنده واحد العار مثلا من الخليج يبحثوا له العار. ما عندوش ما عندوش
راه الحقيقه هي انه انا ما تنظنش بلي سعيد الناصري غدا يجي عارف حداد في مليار ونص ولا جوج يقولوا لا بقى راه بغيتك للوداد ما تنظنش لانه مثلا هذاك الحداد كيلعب بعض الاحيان كان في السجل الصغير فيما يخص الوداد وما يعيشه حاليا هو شوف محمد امين هو متابعه الاحيان الانسان ملي كيكون كيدير واحد الاعمال وماشي عمل من على اسس صحيحه وما نبنيش على يعني عمل ما مؤسس ما مؤسسش يقدر ينجح ويقدر كاين شي حوايج كيغطيو لك ديك النجاح ديك العمل ديالك مثلا النتائج من النتائج ولكن مع الوقت الايام كتكتب كل شيء زين بان سعيد الناصري عنده شويه العشوائيه في التفكير ديالو وديك كما كيقولوا ما خاب ما استشار يعني استشاره معاه والاعضاء اللي معاه ما كاينش اعضاء معاه كيدير كثير اشياء وهو حاليا احنا ولينا كنشوفوا مساعد ايران مدرب في الجمهور بنزار تيجا يعني هذا النتيجه اللي تكذبان كذلك راه اليمن ورغم ان باش الناس ما ينساوش راه وين رغم فوزنا بالعصبه راه ديما كانوا كاع عندنا التحفظ النفسي ديال سعيد الناصري الناس الموجودين في الدوره ماشي كله جمهور ما غير كنسمعك عاد كيعاود الصوت كيبعد تفضل ابو نوفل سمحتي وتكون اخر نقطه تكون عندك بسرعه تفضل ابو نوفل الو بغيت محمد عندي تفضل تفضل الو 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 كتسمعوا شي كلمه يمكن رغم ما كيتسمعش ما كيتسمعش مزيان دابا لا صوت كيمشى اخويا لا ما سمعنا والو دابا واحد محمد امين نتمنى الخير للفريق الرجاء البيضاوي هو اللي انا صراحه اللي نتمنى من الرجاء نهار الحد هو انهم ما يتسرعوش انا اهم حاجه بالنسبه لي لا خوف على الرجاء المدرب عنده مزيان اللاعبين عندهم مزيانين حضور جماهير غيكون في مستوى هذا العامل ديال كيفاش انهم يحاولوا يقلبوا على البيت لان الماتش فيه 90 دقيقه وممكن نتقابلوا هنا ونمشيو تما ونربحوا وممكن يعني جميع السيناريوهات اللي كتبقى مفتوحه نعم على ان هو هذاك الفريق الحمر والتقرير اللي كان داروا ما تيخسرش في البدايه يعني كيفاش لعبوا هنا ومشاو ليه وجابوا اللقب يعني الماتش كيبقى مفتوح على جميع السيناريوهات شكرا واللي المهم هو انه ما يدخلش عليهم شي بيت ونتمنى التوفيق للفريق شكرا 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 ابو نوفل شكرا هادشي هضروا لي مع السير رضوان سمع السي سمير النجمي كانت اول نقطه ناقشناها مع السير رضوان هو دابا ارضيه الميدان اصبحت سيئه ولكن غنشوفوها من نهار الاحد ابري هذا ان في دابا وقع لان ارضيه الميدان دابا اليوم سيئه واش غيدير مجهود من نهار الاحد باش تعوض هذه القضيه واش تقدر ما عرفتش انا ما عنديش العلم بهذه القضيه هذه صعيبه 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 نعم صعيبه ولا سيما في هذه الفتره ديال الشتاء كيكون البرد صعيب باش الغاز الا غادي يقدر واحد يكون واحد دوز عليه واحد المكان لا انا كنت ديجا هضرت مع واحد من الناس اللي قراب للملعب تكلم ليا على انه داك لا على ان داك الغازون باقا صغيوره هذيك العشبه باقا صغيره باقي ما طلعاتش وما خدع طواش وقت فاش طلع وجا لعب على المنتخب الوطني المغربي وتوال على هذا الماتش هذا غيجي ماتش ديال الرجاء تاهو بالتالي قدروا نفقدوا الملعب الى وقت كبير جدا ديك الحلاوه وما نستغربوش بان من بعد الفينال ديال الرجاء ان الملعب يتسد واحد شهرين دير واحد الجماليه ديال ديك الملعب وهذا الملعب راه وقع لنا مشاكل فيه كثير ولا سيما الرجاء اللي كان عنده مشكل مادي راه حل من الحول والماديه لاحظتي الان في المباريات اللي كيكون فيها في اما الفكره كيقولوا دابا ديال العصبه ضد الرجاء لان العصبه مثلا رئيس لها هو الناصيري وتاتش كتوقعوا انت شوف دابا حنا دابا المشكل دابا كما قلت لك راه حل من الحلول الماديه الا جينا حضرنا كارت فينال دومي فينال ودابا عندنا بطوله العرب اتوقع على الاقل واحد تدخلي لك دابا التيكيت ولا 150 درهم تقريبا عندك واحد 250 مليون في الماتش تصور انت غير واحد 10 ماتشات مليون عندك جوج مليار راه انا وانا معاك كنشوف دابا الصوره واحد الفيديو ديال ارضيه الميدان لا اله الا الله زعما هذه ديال اليوم تكرفصت ويمكن كتوقع السي رضوان بان هذا الملعب هذا واش كتوقع بانه ما يتقفلش واحد المده كبيره رضوان لا غيتقفل وراء المباراه الا من شفت الصور انا بحالك اللي وريتيني في الفيديو صعيب باش يبقى دابا خويا امي قرا ميساجات هامي التازي كنحاول نقرا انما كيجوني بزاف الميساجات اللي فيها تعصب تن ايفيتي وتن داك الشيء بالعين طريق ما اظن شي حاجه كاينه تما بالعاني الحيمر شنو هي هذه راه تسدويت هبط الهواد زعما الا دويتي غيهدوك ويهبطوك الهواد زعما في نادي غير زمان شوف اخويا راه ما كاينش اللي كتبك والله اللي غتشوف قدامك علاش تكلمنا حنا اللي كانت شي حاجه واضحه نهضروا نتكلموا سمير النجمي تيقول انا عندي لقب العصبه تتحارب الرجاء انا غادي نقول سمير النجمي شنو رايه في هذا الموضوع هو راي سي اسامه اللي كان بارطاجي معنا الرجاء والوداد ما خصهمش يكونوا في مراكز القرار علاش؟ لانهم تيلعبوا ديما المنافسه
وديما عندهم علاقه بالبرمجه وبالتحكيم وهذا وهذا وهذا، وبالتالي غتولي فيما تبغي تقنع هذاك اللي راه ما كاينش غيقول لها العكس اللي كانت وقعت كما قلت في المجموعه الوطنيه وغيره وغيره. وبالتالي بالنسبه لرجاء وداد بحكم ذاك لابيل يعني ديك القيمه ديالهم في البلاد خصهم يبقاو هما بوحدهم ويخلوا الامور تسير من بعيد عليهم، لانهما يكفيهم فخرا القيمه اللي كيعطيهم الجماهير ديالهم وديك القوه ديال الجماهير ديالهم. هذا هو اللي كاين حقيقه. نشوف خصنا نشكروا حتى الناس الوصيه الجامعه الوصيه على كره القدم اللي خدمت واحد العمل كبير فهمتي. احنا ماشي كرموا على الورود، احنا شفنا بداك الشيء بعينينا، احنا اللي خدامين في هذا الميدان شفنا كاين واحد التطور كبير، ومازال ان شاء الله احنا مستشفى الخير مازال تكون تزيد تطور. كاين الشفافيه، كاين الشفافيه وكاين المعقول في التسيير. امين جاوبي صراحه شو بدات تلعب اليوم في علاش؟ علاش؟ لانه كان مبرمج قبل باش نكون معك صريح، هذه مده واللقاء مبرمج بالعام مركب محمد الخامس، ما جاوش اليوم وقال لهم فيقوا سيروا لعبوا في ملعب محمد الخامس ما كايناش. ملعب جدو من عام قدوم طفا وكانت دايره في فرنسا، كون خصو يدير الملعب ديالو. لا في فرنسا ما كاينش كل واحد يدير الملعب ديالو، فرنسا يلا دابا تنظن بلي ليون وبوردو هما اللي عندهم دابا الملاعب ديالهم، اما الفرق اخرى ما عندهمش. لا ما عندهمش ملعب ديالهم ديال البلديه، لا ديال ديال ماشي ديالهم، ماشي ديالهم، ماشي ديالهم الملعب ديالهم. شاري العام 222 مليون ما عندهمش، ما عندهم. لا هذوك عندهم تفكير اخر دابا. علاش ما يلعبوش الاخر على بعد ثلاث ايام؟ سؤال كيف ما بغى يكون الحال. هاد الاصلاحات ديما في مركب محمد الخامس حشومه والله، يعني ما كايناش حاجه سميتها المسؤوليه. دائما مع الاراء ديال الاخوان تنحاولوا نقراو لو ماكسيموم. كازا ايمن تكذب على ديما كتستيران وشي نتيجه ما كايناش. ابراهيم 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 يدي الرجاء سيعاني في الملعب كارثي، سيكون صالح لفريق فيتا كلوب. واش كتفق مع الطرح يكون صالح فيتا كلوب السي رضوان؟ ماشي في صالح الرجاء البيضاوي فيتا، ولكن راه فيتا كلوب فقط كتلعب الكره رضوان، لان حقيقه اللي غيبغي شكون غيبغي يصنع وشكون غيبغي ينتصر وشكون غيبغي يفرض الاسلوب. الفريق اللي مستقبل الفريق اللي غيستقبل هو الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي اللي غادي يبغي يفرض الطريقه ديالو، غيبغي يفرض الاسلوب ديالو. ما يمكنش حنا غنلعبوا اللعب مباشر، غنبغيو نخرجوا كره مع دبانون، غنبغيو نخرجوا مع الزنيتي، غادي نبغيو نخرجوا من الوسط باش نلعبوا اللاعبين، نسلموا اللاعبين الكره من رجل لرجل. يعني ما نبغيو ديك التمريرات، كثر التمريرات. الا كنتي غتلعب كثر التمريرات في هذه الارضيه راه صعيبه عليك. نعم. لان باش تفرض الاسلوب ديالك وباش يكون عندك بوزيسيون د بال خصك كثر التمريرات، وكثر التمريرات تتفرض عليك خص يكون. ولكن الرجاء مع غاريدو ماشي هذه، الرجاء مع غاريدو هو اللعب المباشر والكونتر اتاك. يقدر يكون في صالح الرجاء. عاوتاني علاش؟ الا غاريدو لعب الطريقه اللي لعب بها في هذه المباريات الاخيره، انه تلعب باش كيلعبش بلوك هو، تلعبش دفاع متقدم، كيلعب دفاع متوسط ولا دفاع متاخر، باش كتقطع الكره وسط الميدان وتي بواحد السرعه كتنتقل الكره من وسط الميدان من نزعه الهجوم الدفاعيه للنزعه الهجوم بواحد السرعه كثيره، لانه تيعتمد على حذراف وعلى رحيمي وعلى جو لا سيما لا سيما حذراف، يعني حذراف ورحيمي عنده السرعه في الانتقال، عنده السرعه يعني حذراف عنده لا بريسيزيون في الباس، يكون غادي كيجري ويسنتر لك الكره. دابا كونتر رابيد كيعتمد بزاف على حفيظي باش كيوصل لي ذاك الكونتر، اللي كيقطعها كيعطى لحفيظي باش كتمشي، كتلقى ذاك تنقل الكره من النزعه الدفاعيه او وسط الميدان الهجوميه كتكون بسرعه، اذا كلعب عليها كثير واش ما لقاش وسط الميدان حقيقه اللي عنده ديك لا دي ان ديال الرجاء، ما عندوش اللمسه ديال الرجاء، لان من الذهاب الراقي ما بقيناش شفنا واحد لا ترونزيسيون ما كدوش، لان زنيتي انت كتبان لي بحال ما قانعكش نياس. لا ما عنده دور، ولكن ماشي ذاك انا كان على شويتيني دابا انا كنتكلم على الفلسفه الرجاء ديك لا دي ان مع 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 غاريدو ما كايناش، ما كايناش دابا الجمعيه الرجاء كانت كيما كانت دار في السنه الماضيه قبل من نهايه الكاس، كانت انا يعني كنت كنمشي حضرت المباريات، كانت كوره كتخرج مع زنيتي مع دبانون مع تشاكير مع عند كتمشي عند الراقي، من الراقي تتمشي عند حفيدي، كتمشي في الرجل عند بن حليم، يعني كتشوف ديك الكرات القصيره لين دو استحواذ على الكره السيطره بالطول والعرض، فهمتي كتشوف ديك اللعب ديال الجميل ديال الرجاء البيضاوي هو الاداء والنتيجه. ولكن تقريبا من نهايه ديال كاس العرش ضد الدفاع الحسني الجديدي بقينا شفنا كاريدو بقى قدم المتعه، يعني كيقلب على النتيجه عنده الحق، لان كاريدو هذا انسان عارف راسه، هو عارف ذكي، عارف راسه غير محبوب في الرجاء، بزاف الجمهور ما تيبغيهش نظرا لخلافات الماء وناس عندهم مرجعيات اخرى. غنقرا الاراء ديال الاخوان قبل ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، الاسم والمدينه. خويا معك حمزه من كاليفورنيا. حمزه من كاليفورنيا كنظن
مرحبا سي حمزه. كاليفورنيا ديال هنا ولا لا؟ كاليفورنيا ليه هذا؟ كاليفورنيا ليه؟ احس كل حي كاليفورنيا عندنا تا هو. الو الو حمزه ما يمكنش نصبروا معاك كيمشي المكالمه. ناخذوا مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا، اسم المدينه؟ معك مروان من الدار البيضاء. اهلا سي مروان، تفضل. تحيه لك وتحيه للسي رضوان. مرحبا. ويا لو كنسمعك السي. تفضل سي امين. كنسمعك. عليكم السلام سي امين. تفضل. كنسمعك اخويا، شكرا. كنسمعناش، ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء النور سيدي. مرحبا اخويا، اسم المدينه؟ اخويا لاباس عليكم، كلشي مزيان. الله يطول عمرك. تحيه خاصه لك والفنان حمر. مرحبا بحضرتك. صافا سيدي لاباس؟ كلشي فيك. الله يبارك فيك اخويا. بغيت معك اسم المدينه. معك هشام من كازا. تفضل سي هشام. هشام مستقيم من كازا. مرحبا خويا. اتصلت على ود نسميها اونتر بارونتيز حقره لهذا الفريق ديال اللي كنقولوا فريق عالمي، ولهذ الحاله اللي كيعيش فيها زعما فريق مقبل على تظاهره افريقيه كبيره نهايه ديال كاس افريقي. وكنشوف كلشي كيتهرب عليه، ما فهمتش واش ماشي فريق مغربي. نعم. السي غادي نذكر واحد الاسم وماشي بالعكس، السي القجاع اللي كيقول لك هو وراء الرجاء. شنو هو؟ باش كانت لعب فريق الوداد ذاك العام النهائي ديال العصبه. ورا باقي ما تلعبش النهائي دابا، راه باقي ما تلعبهاش. اخ حنا نكمل الهضره، الله يرحم الوالدين. لا واش كمل شي حاجه ما عندها معنى؟ ما تلعبهاش المباراه. دار معاهم اجتماع اسبوع قبل كيحفز اللعابه وكيحطهم، والسي حيمر عارف هذا الشيء. واش عيب وعار ان فريق اليوم يلعب؟ دابا 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 بلاتي الله، واش الفكره ديك ان القجع زعما ما تيبغيش الرجاء؟ لا ماشي ديك ما كيبغيش الرجاء. ايوا. قال انه ورا الرجاء. اي راه بصح ورا الرجاء. هادشي ما شفناش. راه اكثر رئيس اتحاد في تاريخ الكره المغربيه ساعد الرجاء. ما كنكروش العمل ديالو، ما كنكروش العمل ديالو، ولكن هذه مقابله مصيريه. ما خصوش بعدا اليوم شي اليوم الا كان ورا فريق باغي يوصل للنهايه ما خصوش يلعب اليوم. اشنو مثلا شنو بغيتي يدير مثلا؟ انا كنسمعك. انت افتراضي على الماتش اللي تلعب اليوم في دولور وديك الحاله ديال الافتراض. لا الماتش مبرمج من قبل. ابري راه انا طرحت السؤال واش بامكاننا، واش ما كانش بامكان تفادي ان المباراه تلعب في ملعب ملك محمد الخامس وهي في اسبوع نهايه، ولكن الناس اللي برمجوا البرمجه ما كانوش عارفين الشتا غطيح اليوم. ما دخلوش في الغايب. انا كان بالامكان بانه ماتش ويكلو تلعب في شيران اخر. لا هذاك اختيار الراجا، اختار تلعب في بيرجيكو هذاك الويكلو ديالها، هذاك اختيار. يعني لا ما كانش تيران مسدود، هذاك اختيار الراجا ما بغاتش، كان مقفل. ودابا ملي تحل اختيار الوداد تلعب مركب محمد الخامس. المسؤول ديال الملعب قال لك راه ما خديناش المده الكافيه لاصلاح الملعب. هادشي اللي قال دابا كان حتى الماتش المنتخب ما خصوش يتلعب تما. كان خص انيبات لعب نصف النهائي قبلو، كيقول لهم راه ما عطيتوش قبل انيبات خصو يتلعب، كيقول لهم خصني. ودابا حنا وقعنا في هذا المشكل دابا ديال الملعب. دابا راه ماشي غنلعبوا فينا الحال. اما الطرح ديال القجع ضد الرجاء، انا كنتذكر المقابله ديالكم ديال الروتور اللي هنا ديال ربعه مع كلاسيك. ياك انا تفرجت في التيران. انا ماشي انا كنهضر غير على اللعابه، الا بغاو يلعبوا غيلعبوا في التيران ديال الماتش. راه حيمر عايش راه بوشروان دار حاله في ذاك الماتش. والدراري كاملين تقاتلوا. وكان فعلا حنا ذاك الملعب ذاك النهار كان صغير، الاخرين ما عرفوش يلعبوا. حدوك الفرق كلها لقاو التيران مزيان، كنا لقاو معاهم مشكله. لا ولكن في هذاك الوقت راه ما كانوش هذا الشيء ديال دابا. يعني ماتش نهار الاحد وانت لاعب الخميس راه ما يمكنش. يعني كانت حتى لجنه البرمجه علاش الوداد ما تلعبش ثلاث؟ علاش ما تلعبش مثلا منتخب لعب؟ علاش ما تلعبش الاثنين؟ عارفين كاين الناس الخبراء ديال الميتيو عارفين ان راه اسبوع يعني حاضر. دابا خبراء الميتيو كاينين في الجامعه ماشي كاينين، راه الناس عارفين، راه كاين دي بريفيزيون. يا ودي الله يهديك. سي هشام الا بغينا نقولوا شي حاجه معقوله بلاتي الله يخليك. في عصر ديال التكنولوجيا. لا 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 في عصر ديال التكنولوجيا كاين الله سبحانه وتعالى. بلاتي الله يخليك. داكشي ما كنتناقشوش فيه. نعم لكن والله يخليك. دونك انا غتبعد ليا الطرح ديال ان رئيس الوداد. دابا رئيس الوداد خصو يفك بعد المشكل اللي عنده داخلي، ماشي هو كازا. اجي اش ندير انا نخلي اللعب. انا شوف تيق بيا هذا فقط خزعبيله، عند بزاف الناس في راسها. الرجاء الرياضي
الا غتربح راه غتلعب في الميدان. ورئيس فريق الرجاء الرياضي لا يفكر بهذا المنطق. شي رئيس فريق الرجاء الرياضي عينا ما نسول غاودي لا راه الناس جلسنا معاهم وجلسوا معانا وتفهمناهم وتفهمونا. هذا رئيس فريق الرجاء الرياضي وحنا طرحنا تساؤل وقلنا مع السي اسامه قلنا بانه ماشي من المعقول تخرج البرمجه بديك الطريقه بان الرجاء تلعب مع اسفي. هذيك لا هذه كانت استفزاز بالنسبه لينا. الحمد لله وانا جيت على هذه النقطه دابا ديال اسفي فوالا سالات دابا النقطه سالات هذه النقطه علاش تكون اصلا وسالات انا متفق معاك استفزاز هضرنا عليها فوقتها ولكن الله يخليكم الرجاء راه بحال هكا راه انت اللي تصغر الرجاء. الرجاء كبيره وصعيب على اي واحد فهمني خليك نكمل لك اسي هشام الله يخليك صحتك. الرجاء صعيب تقبيه صعيب على واحد دابا يفيق في الصباح ويقول انا شندير انا نحارب الرجاء. تقبيه راه صعيبه نظريتك انت. لا ماشي نظريتي انا هذا الواقع حاجه اخرى. لا هذا الواقع انا نقولك علاش هذا الواقع. اعطيني شحال من واحد دابا يقدر يواجه لافول. واش قلتي دابا واحد الجواب محلو علاش خرجت ديك الدوضه وديك الشوشره ديال الماتش ديال اسفي علاش تخرج وانت عندك ايكيب كتوجد الماتش فينال يعني خصك تهيئ لها كاع هي راه تحيدها دابا واسمح لي دابا حنا كنهضروا علاش تخرج هذيك البرمجه ديال اسفي اصلا. لا اسمح لي يا سي هشام تيبان بانك انا رايك ونسمعوا معاك مرحبا بغيت نناقش معاك انت عندك فكره وحده في راسك وهذا شانك انا ما عندي حتى مشكل مرحبا بك واهلا بك. انا بغيت نناقش معاك ونفسر لك بانه ماشي كيف ما كتفهم الامور كيف ما هي وبغيت نخرجك بهذا النقاش ولكن انت بالنسبه لك عندك موقف واحد وانا احترمه هذا اللي اوكي عندي الحق ما نتفقش معاك حالنا عيشو راه ماشي موقف ديال لا لا موقف لا ليس بحال. الرجاء في الملعب مع وداد فاس ما منع حتى واحد تربح ومع فيتا كلوبينا ان شاء الله ربحات وبحصه ما غيمنع حتى واحد هي باش تفهم. لا كنقول لك دابا الواقع راه الميدان هو اللي تيحكم ما كاينش شي واحد اخر. دابا هذاك الشيء ما كنتناقشوش فيه. هذاك العام اللي كان عندنا المشاكل راه كان الميدان اللي كيحكم رغم الظروف ورغم كل شيء كان الميدان اللي ايوا المشاكل شكون يديرها ناس رجاويين او لا اشوف راك كمغربي كدور واخا ما تكونش رجاوي وبلاتي الله يخليك السي هشام شكون يدار ديك المشاكل واش ماشي ناس رجاويين شكون قال سي الرجاء ما نقولش لا شكون قال سي الرجاء المحسوبين على الرجاء اللي كيقولوا رجاويين شكون كان كيسيرها راهم رجاويين ما تحيدهاش ليهم الرجاويين الحرار راهم علي السي هشام نشكرك ورايك نحترمه كامل الاحترامات. تفضل السي هشام مرحبا بك اخويا شكرا بارك الله فيك اخويا رايك نحترمه انما هذه الفكره هذه هناك من وصل الجمهور الرجاء الفكره بانه الجامعه ضد الرجاء والعصبه واش كتعتقد يا هشام انت لعبتي في الرجاء تعرف شنو هي الرجاء غادي يفيق واحد في الصباح وانت صلتي وجلتي مع الرجاء وعارف القيمه ديال الافريقيين والعربيين يفيق يقول اجي نولي ضد الرجاء مثلا كتخيل واحد ما تستاهلش هذا مثلا هاد الناس ما كيعرفوش ان الرجاء عنده اكبر قاعده جماهيريه نعم راه غتحارب الشعب راه ما يمكنش راه ما يمكنش راه عنده الناس ديالها وعنده محبين ديالها حتى لك كنتي كتكره هذا الفريق راه غيخليك هذا الجمهور هذا وهذا الجمهور الكبير تقريبا لانه كبر لانه وزاد كبر مورا بزاف الالقاب راه ما يخليكش راه انت غادي تفكر فيه قبل ما تبغي تحارب الرجاء غتفكر هذه القاعده الكبيره الجماهيريه عند الرجاء الناس راه كتموت على الفريق يعني واحد الغيره واحد الموت راه انا كنتلاقى مع ناس الناس غير اصدقاء غير في الفيسبوك من توقع شي نتيجه خايبه تيبكي وصاحبي الناس عنده 56 عام 60 تنقول لي انا سي الله يجازيك بخير الله يحفظك لا تدخل دارك يقول لي انا حضر البحر كندور انا بعد 6 مندي تقول لي هذه كره وكنهدو كنقول لي سير داركم شرب شي حليب لويزه ونعس الناس راه كتموت انت راه صعيب لا المهم قال لي افكار كتقد كاف لا افكار سربت للجماهير الرجاويه هذا معروفين الناس راه الناس عارفين شكون اللي سربها كاين الناس دازت في الرجا في التسيير باش تضرك على الاخفاق ديالها دارت هذه القضيه ولكن غنعاود نقول بان احنا قلنا برمجه لقاء الاسف يوم الاربعاء غير معقول تسريب هذيك الورقه غير معقول كانت بدوايا ماشي هي واخا يعاون يفسروها. ثاني شيء راه انا في السؤال الحلقه قلت واش ما كانش من ممكن تفادي لقاء بدون جمهور ملعب مركب محمد الخامس حنا عارفين الحاله ديال الارضيه ديال واش ما كانش من ممكن تفادي. انا بالنسبه لي لا يسعني الا التساؤل ولكم النقاش ابري نقولوا لا راه الجامعه ضد الرجاء ولا العصبه ضد الرجاء هذا الشيء بالنسبه لي انا كمعطيات كاعلامي غير صحيح حتى يثبت العكس نرجع للمقابله كيفاش يقدر يسير
فريق رجاء رياضه المقابله، واش اذا كان الشاكير غيلعب بثلاثه اللور كما دار وغيسد ويقاد ويلعب وينه ويتفادي اهداف، او لا غيلعب ياجور ويلعب الرحيمي ويلعب اللاعبين؟ شوف كما شفنا هناك تغيير في الطريقه وفي التشكيله بالنسبه لكاريدو. كاريدو لعب تقريبا ثلاث تشكيلات، نعم، وثلاث تغيير التشكيله كم مره، وكذلك طريقه اللعب شفنا خارج الميدان تقريبا لعب 3 4 3 وكتولي 5 3 2 ولعب بها حتى ملي كيكون حسم اللقاء داب، حتى في الاياب في الكاس حسم يعني في لادي انيمبا الفريق اللي في ربع النهائي لعب بهذه الطريقه حتى في محمد الخامس، لانه كان كيبحث على النتيجه، لانه كان النتيجه كانت في صالحه. في بعض المباريات كيلعب بخطه ديال 4 جوج ثلاثة واحد، كيكون شاكير والناسي وكيكون ورفلي وكيكون بانون وبوطيب وجبيرة قدام محافظي اللي كيكون حلقة تواصل مع ثلاثة مواجهين ديال رحيمي وياجور وحذراف. هذه هي الخطة اللي كنظن غيلعب بها، كنظن في هذه المقابلة هذه اللي هو ما بغيش يخسر. غياب شاكير يمكن كندخل اللي ما بيدي واش كذلك واش كيف بقات الصحه ديالو ما عرفتش، حيت الا ما كانش اللي ما بيدي يا شاكير يا اللي ما بيدي مع ناسي، لانهم هما جوج دي ميليو ريكيبيراتور وقدام هذه خطه هجوميه، ورغم ذلك في نفس الوقت تخلي ذاك التوازن، لان راه عندك لان الحاله الدفاعيه راه دوك لي زيكستير انت هما كيدافعوا يعني كيدافعوا مع الظهيره ديالهم، حفيظي توا كيمشي عند الديفونسور اكسيال وكيكون توا تكون هي يكون دور هجومي ودور فعالي، رغم انك تشوف كتلعب بربعه مهاجمين ولكن راه في نفس الوقت كدافع. اول شيء كما قلت خص هذا المقابله النهائيه فكتلعب على جزئيات، اول شيء خص تكون ما يكونش تسرع، لان الاهداف راه كيتسجل في ثانيه او في ثانيتين، راه تقدر تكون في ربع ساعه تقدر تسجل حتى هدفين وثلاثه، اللي ما بغيتش هو يكون ذاك التسرع ويستحق تسجل علينا، يكون الهدوء وتكون العقلانيه وما يمشيش مع ذاك التشجيع ديال الجمهور واللاعبين يخليو لي سباس ديغير لو غدو ديغير لو دو ويعطيو مساحات اللي غيستاهل، لانهم عندهم لاعبين صراع، عندهم جوج لاعبين عندهم صراع. نعم وتا لافونسونت عندهم مهم. نعم الكابيتان ديكي بلاريير كوش داير الايسر داير الايمن عندهم لاعبين مستوى. علينا لحد الساعه الاخبار اللي عندنا واش شاكير كاين ترينا اليوم وغادي يكون دابا حنا تقريبا الى كان الشاكير نورمالمون غيلعب 3 5 2، حتى بانونا تصاب ولكن راه تخليهم التدريب فهمتي يمكن يقدر واش ب 100% حيت بعض الاحيان حنا وقعت لنا كلاعبين كتكون مصاب. بغيت نصوب الجواب السي حسن تيقول لك من سرب عقد بابا توندي، كان جواب ديال السي قجع انذاك وقال بلي الناس من الرجاء هما اللي جاو خداو العقد ديال بابا توندي، هذا كان تصريح على العوده على السي قجع انذاك، كان تصريح رسمي ديال سي فوزي القجع لما كان اثير الضجه ديال تسريب عقد بابا توندي. اما الدفاع فانا لا ادافع على البرمجه ولا ادافع على احد. موضوع روني جيرار واللي كيتصدر العناوين منها الكومينيكي ديال المحامي ديال روني جيرار، ف معامل خصنا نناقشوا هذا الموضوع نورمالمون يعني من الطبيعه معامل مع سعيد ناصيري لا يجيب تجاوبش دابا غنجيبك انا غنعيط لبني الو السلام عليكم شوف اخويا الله يخليك راه المحامين ديال السيد راه داروا واحد الكومينيكي راه كاين وكاين خصو يجاوبنا هو وكبدي شنو جوابو على ذاك الكومينيكي ما عندناش المخاطب ما عندناش هذا هو الفرق وغادي نرجعوا ليه ان شاء الله هذا الموضوع هذا وغادي نناقشوه مع المعني بالامر الا ما بغاش يجاوبنا غنمشيو حتى لعندو غنتكلموا معاه لان الان المساله بدات كتكبر حاليا وبدات كتاخذ ابعاد اخرى خليونا الله يخليكم في الفينال ديال فريق الرجاء الرياضي وهذا اللقاء امام فريق فيتا كلوب غي باش نرجع معك انا تنشوف كنعرف التفكير ديال كاريدو صعيب انه يخلي ياجور وما تيدافعش وعارف حد حافظي ما تيدافعش والرحيمي الدفاع ديالو على قد الحال ويغامر بهم ويديرهم كاملين مع الحافظي حذراف والرحيمي وياجور ويديرهم ويلعب بهذه الطريقه مع فريق اللي هو عارف القوه ديالو الهجوميه. وقلت لك حقيقه فهو الان فهو درس كما قلت لك اوراق مكشوفه بالنسبه للمدربين معا لانهم الان فريقين في النهائي والان كل شيء المباريات كانت كتنقل وديجا واجههم لا ذهابا لا ايابا. بالنسبه لي انا قلت يمكن هذه احسن طريقه هجوميه الا بغيتي توصل لا انت انت مستقبل في الميدان ديالك خصك خصك تلعب خطه هجوميه ولكن ما تغامرش انا اللي ما بغيتوش يغامر هما الظاهرين. ما نصعدوش ولا صعد واحد على الاقل ما يمكنش تهاجم لظهيرين لا
كاين عندك ربعه راه دابا راه دابا في الكره الحديثه راه دوك ليكستيرن راه فهمتي هادوك هادوك راه هما كتسوي دابا بحال هاد اللاعبين اللي كاينوا الطرف الايمن ولا الطرف كيكون يسري كيلعب في اليمين ولا كيكون يمين كيلعب في مثلا نيمار ومبابي راه علاش هما الاغلى راه هما اللي تيقوموا عمل كبير كتلقى ظهيره كتلقاه كيصعد باش يسونطري لا سيما كتكون لاعب في الميدان ديالك انا قلت لك هنا واحد التحفظ ما يكونش واحد المغامره ديال الظهيرين لان باش ما يتسجلش علينا فهمتي الا لعبوا بتوازن هجوميه ولكن في نفس الوقت بتوازن الا صعد واحد يبقى واحد بعض الاحيان في مركب الحمد لله كتلقى بوطيب وجبيره صاعدين بجوج فهمتي هنا صعيب عندنا يقدر يستغل لادفيرسير بلي كونتر وهنا داك الوقت ملي كتكون اون كونتر ما كتكونش انت واقف مزيان كتكون ديزيكيليبري يقدر الخصم يسجل هدف او يدير عندنا مشاكل في الدفاع نعم على اين سي خليل محتاج لا الناس انا ارائهم احترمها كاين اللي غيتفق معنا في النقاش كاين اللي ما غيتفقش معنا في النقاش وهذه هي هذا هو حلاوه النقاش واحد غنبان له اليوم انا راه تندافع على هذا وانا وقدر نكون انا في كلامي ما كنتش مصيب مثلا ديال في الواقع الاشياء وغادر الامور هذا هو كلام النقاش غير انا ما نكرش مثلا على كلام السيد بحال السيد دز معايا السي هشام قلت له ودي انا ما متفقش معك ها كاين هو تكلم على القجاوه قال سيدي انا بالنسبه له هذا رايه ما غاديش نبدلوا رايه يعني ما كاينش نصادر له رايه نعطي معطيات امن بها هو هذاك ما امنش بها فذاك حقه نرجع معك السي دونك اذا سمحتي ناخذ مكالمه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا خويا الاسم والمدينه جليل من الدار البيضاء اهلا سي جليل جليل السي الحيمر الظاهر الرائع الله يحفظك مرحبا بالنسبه لخطه الراجل اللي كنتمنى انها تلعب ها قول لنا الخطه ديالك وقلنا التشكيله كيف ما كنعرفوا ان داريدو فاش كيلعب بربعه اللور عنده سوء ديال التوازن في المنظومه الدفاعيه ديالو انه ملي يكون غادي تيصنع الكره لادفيرسير فاش كياخذ ليه الكره كيدير عليه واحد كيدير عليه الكونتر اتاك بغي كيوصل للبودو ديال الراجل وبالتالي احسن خطه اللي غلقها التوازن ديالها هي لعب ضد انيمبا لان كلاش اللور كدير واحد شويه ديال التوازن ولا صنعنا الكره عندنا اللي ريكيبيري البالون واخا في الميدان ديالنا صعيبه شويه الميدان ديالنا واخا صعيبه السردوان الحمر ماشي بالضروره ان يكون عندك مدافعين مغاش ماركيش حنا كما كنقولوا المدافعين ديالنا كيصنعوا البالون احسن من اللعابه ديال لاطاس نعم نعم وبالتالي حنا اهم حاجه عندنا مش ماركاش علينا اهم حاجه بالنسبه لنا مش ماركاش علينا اوكي خصك تسجل خصك تسجل و 0-0 ماشي نهايه النهايه لا ماشي على قبل النهايه شوف هي تبقى نتيجه محتمله غير حنا انا في لي ماتش ديال فيتا كلوب في الميدان ديالهم فهم تيسجلوا جميع المباريات تسجلوا فيها يعني واحد عندهم فريق قوي هجومي يعني خصك تسجل فهمتي لان تقدر دير حساب لاي شيء فهمتي ولا لا لذلك خصك تسجل وما تسجلش عليك نعم متفق معك سي رضوان ولكن تنتمنى انني ما تسجلش عليه واخا انني ما تسجلش ويبقى عندي الامل انني نربح في الروشو هو الامل غيبقى ما حد نهائي دار الامل سيسي في الحكم ولكن ما تماركش على الفلاري راه يقدر ولكن هناك معطيات فهمتي خصك تستغلها في الميدان ديالك وخصك تمشي انت تمشي بواحد النتيجه اللي مطمئنه ما تمشيش انت يعني دير واحد 2-1 0-0 راك انت غادي عند ادفيرسير عليك الهدف صعيب راه انت غادي عند ادفيرسير مارك 4 على الفريق المصري انا ماشي سهل ماركه 3 على بركان الطريقه وماركه 3 على بركان يعني هذا فريق هجومي خصنا نحتاطوا منه خصنا نكونوا غادي نمشيو ان شاء الله شي هدفين اللي صفر ولا 3 باش نمشيو على الاقل نمشيو واحد الاريحيه نعم شكرا تبارك الله لك سي جرير كنتي معنا من الدار البيضاء المقدمه مع سي رضوان الحيمر وحنا تنهضروا دونك انت متفقش مع الثلاثه ولا يكون شاكر عبد الرحيم لو واخا يكون شاكر عبد الرحيم لان الطريقه هذه الطريقه يمكن هي فيها توازن مزيان ولكن فيها حذر دفاعي هذه اول خطه ديال 3-4-3 اول ما استعملها كان هو استعملها كونتي في جيفونتيز وتشيلسي
يعني هي ماشي ثلاثة خمسة جوج، هذه ثلاثة أربعة ثلاثة، لأن ثلاثة دوك الظاهران تولوا ديما الظهران ما تيصعدوش، وكيقول شحال هذه كانوا 3 5 2 2 زافا سونتر، دابا لا غير رأس حربة واحد ولكن مع جوج إكستير ومعاهم لي زار اللي يطيروا تما في وسط الميدان ومعاهم جوج، هي كتسمع أربعة. نعم راك الشيء ديالها ثلاثة أربعة، ولكن فين غيلعب حفيظي ثلاثة أربعة، هذه راه حفيظي ما تستافدش منه. نعم أحسن طريقة اللي غتستافد من حفيظي هي ثلاثة أربعة جوج ثلاثة واحد ثلاثة واحد، هو غادي يكون وراء دوك لي دو ميليو ريكيبيراتور باش نعطيو الحرية. غير ملي كديرها أنا اش قلت لك كدير الرحيمي ما كتضيعش مهاجم شوف دابا واش ياجور واجد باش يكون في لابوان ديال الرجاء. دابا حنا اش خصنا نستافدو من القوة ديال الرجاء؟ دابا قوة ديال الرجاء أحسن لاعب هو حفيظي، خصنا نخرجوا أحسن ما كاين من حفيظي، نعطيو الحرية بحال اللي بحال ميسي تيستغلوا فاش يكونوا في البرسلون عكس المنتخبين ما كيستغلوش ديك الاستغلال، كيعطيو ديك الراحه ديال الحريه التكتيكيه ما كيقولوش لا، كيعطيو شي حوايج تقول انت لعبنا غير الهجوم. حنا حفيظي لاعب يوصل واحد السن ديال الختوريه ولا كيعطي دير باس ولا عنده ديك اللمسه، عنده خدا شي ثالث الشوط اللي قدم مع المنتخب التونسي بحال كيلعب معاهم بحال كيلعب مع المنتخب واحد واحد السنوات مع هاد اللاعبين، شنو يعني هذا خصنا نستغلوا حفيظي. حفيظي تقريبا خصنا نستغلو كما يستغل قلت لك ميسي مع برشلونة. كاين اللي غايقول دابا الحيمر تيقول ميسي هو الحفيظي. حفيظي ديال الرجاء، ميسي ديال الرجاء هو حفيظي. ديال الرجاء؟ ديال الرجاء. كتقارن ما كتقولش هذا كيشبه لهذا. لا هذا يمني وهذاك لاعب، ولكن انا تنقول غير غير ما تقارنش الامكانيات. انا ما نقارنش الامكانيات، انا كنقول غير الوزن ديالو. دابا واحد وزنه في برشلونة، راه ميسي يساوي برشلونة، وكذلك دابا حفيظي الا كان في النهار ديالو وفي المستوى ديالو الحمد لله بعدت عليه الاعطاب راه غيعطينا، راه هو تسمي راه قلت لك راه حل تقريبا هذا هو عمر النجار، تي عمر النجاري راه هو حفيظي. من حيث العطاء كيعطي الحل. كيعطيك الحل. دونك انت كتشوف بان 4 3 3 هو النهج اللي يقدر يحمي الحفيظي ويستغلو 4 2 3 1 هو هذا هذه الخطه هذيك تقريبا فاز بها فاز بها. علينا سمحتي يا رضوان يعطي الميكرو الثاني خالد الله يخليك. اون افيك نو اون لينو اون ديريكت مسيو فلورون ايبنغي لونترينور دو فيتا كلوب. مرحبا سي مسيو فلورون، بونسوار اي ميرسي دتر افيك نو اون ديريكت notre émission tactique à Horizon TV. Merci Monsieur Florent. Ravi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Et, bon, vous êtes un habitué du Maroc, Monsieur Florent. Hein, vous êtes un habitué du Maroc. Exactement, oui. Oui. Non seulement cette année, on a joué trois oui. clubs marocains, oui. mais en plus, je suis en formation ici. CAF Pro. À la CAF Pro. À la CAF Pro, exactement. Donc vous avez joué deux clubs marocains. Donc il y a est-ce qu'il y a une différence entre les matchs que vous avez joués et ce match? Ferrand, trois clubs marocains, Al Jadida, Berkane et puis le Raja. Ah ouais, et okay. puis là maintenant à nouveau le Raja. Deux matchs ne se ressemblent pas, vous savez. Mmh. Celui-là sera différent. On va jouer sur une surface différente, un niveau de compétition différent. Quand on a joué la phase de poule, on pouvait faire des calculs. Là, il n'y a pas de calcul. C'est l'aller-retour, basta. Alors qu'avant, on pouvait encore se sauver en gagnant la SEC ou Adouana. Mais là, on peut pas. Donc, c'est le coup près. C'est l'ultime niveau. C'est la finale. Donc, voilà. Complètement différent. Mais même s'il y a le calcul, parce que c'est une finale, il va jouer sur des petits détails. Des petits détails, parce oui. Parce qu'aller-retour, il y a le calcul. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez préparé? Oui. Bon, je ne demande pas des secrets, mais qu'est-ce que vous avez préparé pour ce match, M. Plon? Il faut remercier. C'est oui. comme ici, comme on vient de dire votre collègue. Oui. Comme vient de dire votre collègue, c'est vrai qu'il y a aussi un petit calcul. Et le calcul pour nous, c'est de ne pas galvauder le match retour, c'est-à-dire que je vous te présente, je suis ancien joueur du Raja. Il est ancien joueur du Raja et c'est un bon J'ai gagné tous les titres africains, j'ai 10 ans de cette compétition, que j'ai visité presque 40 pays à l'Afrique et j'ai joué 5 finales, 2 champions, 3 Champions League et Super Coupe. Donc, Monsieur Erdogan Haïbe qui est présent avec nous, c'est un ancien joueur du Raja qui est l'un des plus joueurs capés là au Maroc avec l'équipe du Raja. Mes sincères félicitations et beaucoup de respect. Merci à vous aussi parce que nous on a beaucoup de respect à vous et à votre personne. Et ça, c'est la voix de tout le monde. Hein. Tout le monde a de l'estime pour M. Ebengue
sélectionneur et entraîneur du Vita Club et sélection de la RDC, ouais. qui nous a gagné à la Coupe d'Afrique, hein, qui ouais. nous a gagné la Coupe d'Afrique avec Oui, on a eu un match difficile et à la fin, on a réussi à gagner 1-0. Ouais. Alors, on revient pour vous, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé à ce match? Est-ce qu'il y a un travail, un schéma spécifique où vous allez jouer avec la manière que vous avez précédemment joué dans tous les matchs, notamment avec, contre les équipes marocaines? C'est compliqué parce que le Raja est un peu différent des autres dans le fait que le Raja peut changer de système, ce qui était un peu différent d'Al Jadida qui jouait en 4-4-2 avec un milieu en losange. Là, le Raja peut jouer comme le dernier match à 3 derrière, en 3-4-3, quand nous, ils ont joué en 4-2. 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Donc, parfois, ils jouent même avec deux attaquants. Donc c'est un petit peu imprévisible et quand c'est comme ça, bon, il faut rester dans sa propre philosophie et essayer de bien faire quel que soit le système et bien lire le système et bien arranger. Donc le plus important pour nous, ça sera d'avoir une solidité défensive évidemment, parce que le Raja, on sait qu'ils voudront faire la différence à domicile, donc il faudra qu'on soit solide et puis. Il y a quand même un calcul, comme a dit votre collègue et mon collègue, et voilà, c'est-à-dire que il faudra, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas galvauder le match retour, qu'on puisse avoir toutes nos chances au match retour. Donc, si je comprends, c'est un petit peu, c'est la prudence. Vous n'avez pas une idée du schéma que va utiliser Garrido. Ça va se dire que c'est un joueur comme a dit Douane Heimer, c'est des détails. C'est de la prudence et on va pas. Exactement. Vous n'allez pas avoir votre style, c'est-à-dire qu'on connaît votre style avec Vita Club, avec l'équipe nationale. Vous êtes un entraîneur à vocation offensif. Donc dans ce match, il y a de la prudence et il y a des calculs à faire. Oui, il faut de la prudence, mais aussi il faut aussi sortir du terrain sans avoir des choses à regretter. On arrive en finale. Si vous repartez à la maison avec des regrets en se disant bah j'aurais dû faire ça, c'est bête. Donc déjà sur le plan athlétique et le plan aussi mental, il faut aussi rentrer sur le terrain avec la ferme intention de faire le meilleur résultat possible. Ça c'est clair, c'est clair. Il faut être très déterminé et votre collègue l'a dit. Ça se joue sur des détails. C'est un connaisseur. On va pas rappeler son palmarès. Ça se joue sur des détails. Il faut être très concentré sur ce genre de match. Non seulement pendant le match, mais aussi sur les coups de pied arrêtés, qui sont aussi des choses très importantes dans un grand match. Donc, il faudra être vraiment très concentré. L'équipe la plus expérimentée, la plus calme, la plus efficace, qui va décider ce monde dans ce final. Oui, c'est ça, c'est l'expérience, c'est le calme. Donc, c'est là où on revient pour les détails. Vous connaissez qu'il y a un détail très éminent là au Maroc, c'est le public, notamment Raja Wak, qui est un grand public qui pousse. Et aussi votre public aussi là-bas, Kinshasa, mais le public là au Maroc, il a de l'impact. Est-ce que vous avez pris ça en considération dans votre préparation pour ce match? On sait que le public pousse, hein. On sait qu'il est important, que ça soit ici, il va être derrière son bonhomme, derrière son équipe, et on se sent pousser des ailes. Je crois que quand on a joué aussi un petit peu au football, quand vous avez un public qui vous pousse, vous vous sentez vraiment... plus allégé, hein, c'est pas pour rien qu'on l'appelle 12e homme. Et c'est vrai aussi que ces deux équipes se ressemblent, parce que chez nous aussi, quand le public se met à gronder, ça nous pousse aussi. Donc bon, de ce côté-là, je crois qu'on est à nouveau à 50-50. À 50-50, ça aussi, le Raja a l'habitude de jouer devant beaucoup de monde, devant 60 000 personnes. Nous, on a aussi l'habitude de jouer devant 80, 100 000 personnes. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas un qui a plus d'avantages que l'autre. Est-ce que l'état du terrain il y avait un match retard aujourd'hui, le WAC jouait. Donc, il y avait aussi l'équipe nationale, il y avait de la pluie. Donc, l'état de la pelouse est un petit peu abominé avec les galops des joueurs quand même. Est-ce que l'état du terrain qui n'est pas au top va un petit peu rendre le spectacle difficile dans cette finale? Il faudra être sur place pour voir à peu près l'état, mais c'est vrai que pour nous c'est plus compliqué que pour le Raja.
On l'a vu tous les matchs qu'on a pu jouer ici. On avait un handicap au niveau de l'attaque du ballon, avoir nos appuis. Sur les trois matchs qu'on a pu jouer ici, à chaque fois, on était parfois battu parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des tacles. Nous, on joue sur un synthétique, donc sur le synthétique, il n'y a pas de tacle. On a eu beaucoup de mal, que ce soit à Jadida, à Berkane ou ici, avec des joueurs qui tacent, qui nous prennent de ballon, donc qui prennent de l'avance sur nous. Et aussi cette vitesse qui nous... avec les terrains, quand le terrain est sec, on le mouille quand même. Donc, disons que ça va beaucoup plus vite et on n'a pas l'habitude de jouer sur l'herbe. Donc, c'est un avantage pour le Raja, incontestablement. Donc, est-ce que si vous trouvez que l'état de la pelouse ne le permet pas, est-ce que vous allez s'entraîner dans la séance qui est avant match? Vous allez faire cette séance au stade Mohamed V? Oui, bien sûr. On va faire la séance au stade, même si on n'a pas la possibilité, ça c'est réglementaire, mais c'est très important pour toutes les équipes. Et si on n'a pas la possibilité de faire la séance parce que le terrain est abîmé, comme il arrive souvent, bon, on ira quand même visionner le terrain de près pour voir à peu près. Et puis c'est vrai que l'état de la pelouse conditionne aussi les conditions de jeu, la tactique aussi. Donc, vous pouvez pas jouer sur un terrain boueux, vous pouvez pas aligner 5 passes, et il vous sera difficile d'avoir une conservation du ballon. Vous pourrez jouer que du kick and rush, donc ça aussi, ça conditionne un petit peu la façon de jouer. Dernière question pour l'Imam Abidé. Parce que vous avez parlé avec l'Imam Abidé avant ce match. Qu'est-ce que vous pensez de l'Emma, qui est aussi un joueur de votre équipe nationale, que vous êtes son sélectionneur? Oui, non seulement je suis son sélectionneur, mais j'ai été son entraîneur dans Vita Club. Il vient de Vita Club. Oui, il a déjà joué avec eux le final 2014. Il a marqué deux excellents buts contre la... Deux buts extraordinaires. Donc, c'est quelqu'un que je connais bien. Quelqu'un que je connais bien, non seulement un bon joueur, mais surtout un bon monsieur. Très bon monsieur. Donc... Et je suis très content de son intégration ici au Maroc. J'ai pu la vivre moi-même. Et c'est véritablement un ambassadeur pour les footballs congolais ici au Maroc. Et c'est ça, ça me fait plaisir. Mais je n'ai pas besoin de parler avec lui. On était à Brazzaville ensemble il n'y a pas longtemps. Mais voilà, je sais que dimanche, s'il peut mettre un tir comme ça dans nos buts, il ne va pas se priver. Là, sur le terrain, il sera adversaire. Et puis, ça m'empêchera pas de le reprendre en équipe nationale. Alors, est-ce que vous n'avez pas le souci que vous êtes sélectionneur et en même temps entraîneur de l'équipe? Bon, ça a été des cas même aussi en Europe. Mais est-ce que vous n'avez pas le souci, sélectionneur, entraîneur de Vita Club? On connaît l'impact aussi du TP Mazembe, qui est le deuxième ou le premier. Vous êtes les deux puissants clubs de la RDC. Est-ce que vous n'avez pas? Non, il y a une chose qui est difficile à faire, c'est notamment les déplacements pour aller rencontrer les joueurs, pour leur parler de visu et éventuellement leurs dirigeants en club et les entraîneurs. Vous parlez maintenant des pros en Europe, des pros en Europe, mais sinon c'est vrai que c'est difficile de passer de l'un à l'autre, mais c'est cette partie essentiellement que je ne fais pas bien. Par contre, pour avoir des nouvelles des joueurs qui jouent en Europe, là, il n'y a pas de souci. On n'a pas forcément besoin de se déplacer. On a tous les moyens de communication modernes pour voir comment évoluent les joueurs. Donc ça, c'est pas un souci. Et puis, à chaque fois qu'il y a un match qui se passe, il y a une date FIFA ou une date CAN, le championnat ne se joue pas. Donc, quand je suis parti avec l'équipe nationale, les adjoints restent en club et vice-versa. Le plus important pour ça, c'est que quand on est dans son club, eh ben, on a le choix entre une trentaine de joueurs de son effectif. Et puis de l'autre côté, quand on bascule pour le pays, eh ben, on a tous les joueurs du pays à prendre en charge. C'est une lourde tâche. Je conseille pas à beaucoup de gens. Je conseille pas parce que ça use, c'est vraiment fatigant. Mais ça a été fait parce que chez nous, au départ, on considérait que l'entraîneur national doit être en fonction en club pour pouvoir suivre les joueurs.
Parce que quand il n'est pas là, on a un pays qui fait 4 fois et demi la France, Oui. avec des moyens de déplacement qui ne sont pas toujours faciles. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour un entraîneur au niveau du pays de suivre tous les joueurs qui jouent au pays que ceux qui sont à l'étranger. Donc, le fait d'être en poste, en club, au moins vous rencontrez les joueurs et vous les voyez. Donc, c'est fait par rapport à ça. Donc, chaque pays a ses réalités. Mais plus ça va, plus ça sera compliqué et il faudra à l'avenir que le poste soit bien saucissonné. Dernière question avec Monsieur Erdouane Hamel, Est-ce pour que tous vous. les joueurs sont prêts ou vous avez des blessés? On a un joueur qui s'est pas entraîné depuis 2 jours. Il s'est ressenti un peu des adducteurs. Je pense que l'adaptation aussi au froid et au terrain glissant n'est pas Au anodine. terrain des entraînements du Donc, Raja. on s'entraîne, oui, on s'entend très bien avec les dirigeants du Oui. Raja et c'est l'occasion Est-ce de le qu'ils vont souligner et bien ça, c'est l'accueillir? trop bien même. Et puis, bon, de toute façon, on s'entend bien grâce à l'imam Abidi depuis qu'on vient ici au Maroc. Les dirigeants du Raja nous facilitent toujours la vie. On s'entraîne toujours dans leur centre. Et là, même quand on joue contre eux, la fois d'avant, on s'était entraîné chez eux. Donc, c'est l'occasion pour moi de rappeler ça, c'est-à-dire que c'est vraiment les vraies valeurs du football. Et un grand merci aux dirigeants du Raja de véhiculer ça. Parce que le football, évidemment, pendant 90 minutes, dimanche, on va tout donner, chacun pour soi, il va avoir de la passion. Mais à côté de ça, il faut que règne la fraternité, de l'amour, je dirais même, parce que c'est ça C'est les ça le valeurs du football. football. Ouais, c'est une valeur, c'est les Les valeurs du valeurs football. du football, le football unit les gens et ne les divise pas. Et là, les dirigeants du Raja sont vraiment dans cet esprit-là et qu'ils soient remerciés J'espère grandement. que ce sera Le cas au le match même le retour. cas au match retour. Ah ben évidemment, au match, vous pouvez leur demander aux dirigeants du Raja, quand ils sont venus à Kinshasa, ils ont été aussi très bien accueillis. Non, ils ont Je crois que confirmé s'ils ça. Ils avaient ont été, confirmé, oui, ils s'ils ont ont confirmé. déjà S'ils parlé. avaient été mal accueillis, je crois qu'ils Non, ne nous non, non, ils accueilleraient ont pas comme déjà ça. Donc, confirmé. Vous avez non, bien non, accueilli. nous, on veut véhiculer aussi les mêmes choses. Et vous savez, quand vous avez des supporters comme le Raja avec 60 000 personnes, vous pouvez pas canaliser tout le monde, comme chez nous, 100 000 personnes. Mais au moins, les dirigeants doivent mettre les gens dans les meilleures conditions, et ça, le Raja sait bien faire. Alors, bon, Merci. excusez-moi, monsieur. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, mais sauf ce match. Sauf ce match, excusez-moi. Non, mais c'est normal. Et moi, je vais souhaiter le meilleur match possible Voilà, au on souhaite Raja. le meilleur match possible à tout le monde. À tout le Je vais monde. souhaiter aussi une belle fête dans les tribunes. Laissez grand merci à ce monsieur parce qu'il est au service de tous les médias. Parce que j'ai déjà attendu Non, dans Monsieur la Florent radio, il a parlé, Monsieur oui. Florent Ibenge, c'est pas parce qu'il est passé avec nous. Monsieur Mais. Florent Ibenge, tous les Marocains ont beaucoup d'estime à votre personne, à votre modestie qui est très positive, qui est agréable. Très Et on gentil, espère calme. bien, Inch'Allah, vous voir prochainement. On a beaucoup d'estime à vous. Et quel que soit le résultat, avec le Raja ou n'importe quel club, Inch'Allah, c'est le fair play qui va primer. Et bon courage durant toute votre carrière, sauf ce match. Excusez-moi, excusez-moi. Ça, Mais oui, c'est normal, vous êtes Rajaoui. Non, non, mais excusez-moi. si je peux avoir un dernier mot, Bien sûr, oui. vous avez tout le temps pour avoir un dernier mot. C'est à votre D'accord. honneur. C'est à votre honneur. Ben, c'est l'occasion pour moi de saluer quelques personnes que j'aime bien. C'était mes adversaires, mais ce sont des amis, Mounir de Berkane, l'entraîneur, Oui. et Taeb Ali, d'El Ali. Jadida. Qui n'est plus l'entraîneur de Jadida, qui n'est plus l'entraîneur de Jadida, qui n'est plus l'entraîneur. Oui, c'est notre métier qui est comme ça. Donc, on passe, on va, on essaie de travailler. L'essentiel, c'est d'avoir travaillé. Je pense que Talib a fait du bon travail à Jadida. Lui que je connais depuis 1998, parce qu'on a passé notre diplôme à Clairefontaine ensemble. Et puis, remercie aussi pour l'Afrique, comment, la Fédération marocaine et la DTN marocaine, parce qu'ils sont en train Oui. de remonter le football africain et de donner l'exemple à ce que nous devons tous faire, avec les centres de formation, avec les infrastructures.
avec un championnat qui devient professionnel, avec les entraîneurs qui sont formés. Donc ça, le Maroc est en train de prendre une avance exceptionnelle sur nous, sur nous tous, et on doit pouvoir les imiter. Donc un grand merci au Maroc pour ça. Et évidemment, à la DTN, je ne peux pas oublier Nasser, Larguet, qui œuvre beaucoup pour ça. Merci beaucoup à vous. Comme le dit, vous êtes un grand monsieur. Et on a beaucoup d'estime à vous. Et on espère bien vous voir prochainement. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous tous. Et on espère aussi pour la RDC, Inch'Allah, un grand avenir avec vous pour la RDC. Merci. Oui, on ne s'est pas encore qualifié. Il faut qu'on y aille. Et il faut qu'on aille à la prochaine CAN. Et pourquoi pas retrouver le Maroc en finale. Inch'Allah. Et là, contrairement à vous, j'aimerais que la RDC gagne. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Florian Bengué, qui était en direct avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, au revoir. Merci. Mais je suis un peu plus de l'époque. L'échara, Florian Bengué, c'est le Congolais ou le Français. Ou le France, ou le Français. Ou le France. Ou le Français, Shanghai, Sini, le mec Nicolas Anekabcha, ou le Dame, ou le modèle de la RDC. معروف بالقوة ديالو ومدرب رزين جدا واش يعني كيتكلم جميع القنوات فهمتي تقريبا يعني في خدمة الصحفيين وفي خدمة القنوات لا مسيو تري كالم باش كنت معاه ما بقيتش معاه عندنا مشكل اتصلتي به جاوب اكزاكتومون وباش نزيدكم اكثر باش نفسر للناس كخلاصة فهو قال انا ما عنديش صورة على الراجل لانك كتلعب ثلاثة خطط مختلفة نعم وبالتالي صعيب خصني نوقف وخصني نوقف ونشوف الراجع عاد باش نبني على الملعب قال على اين انا غندير واحد التصور عام غندير تصور عام غنوقف اللاعبين به في المقابله وبناء على الطريقه اللي ياخذ غاريدو غندير التنشيط ديالو في المقابله ولكن غنلعب بحسابات يعني انا ما يمكنش لي نجي نهاجم ونستقبل اهداف ونخلي الماتش الروتور ديالي انا عندي فيه الامتياز لان يعني ماتش الروتور اللي هو النهايه غادي يكون عندي في البلد ديالي باش قال يبقى عنده امال فوالا كلمه الامال وتكلم على مجموعه الاشياء قال انه عنده لعاب واحد اللي ماشي سيور منه يقدر يلعب وقال بان عنده بزاف ديال الاعجاب بالمغرب وبالجامعه واداره التقنيه والرجاء وشكر كثير الناس ديال الرجاء والمغاربه كامله وحتى سلم على منير الجعواني وطالب غياب واحد اللي جاك هو كانسان تري سامبا باش يبقى مدرب فضل القلب ديالو مفتوح نعم. عنده غياب واحد فقط هو ديال واحد المدافع نعم اوسط اللي تبليس بلا ديكتور بواحد الطاكل ولكن قال لك يقدر يلعب يقدر يكون يلعب علي قبل اخر كلمه مع السير رضوان بالنسبه واحد السيد قال لي واش السوجي الوداد مع المدرب طابو انه ماشي طابو غنرجعوا ليه في وقته انا بغيت نجي نعاود نخبر للناس نجي نبدا نقول لكم ولا وقيل وانه قال لهم وقالوا لي بغيت نجي نهضر على الحقيقه وإذا سوتي سعيد الناصر خصو ناخذ عنده الحقيقة ناخذ عنده الموضوع كيف ما هو ونشرحوا الموضوع كيف ما هو ونحاول ناخذ الطرف الثاني اللي هما الناس مسؤولين على غني جيران سير دوان آخر كلمة شنو تتصور شنو التصور شنو المتمنيات ديالك في دقيقة إذا سمحتي في دقيقة أنا كنتمنى الجمهور يساعد الفريق مدة ديال من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة رغم أن يقدر اللاعب الفريق ما يدخلش في المباراة يقدر ما يبداش يبدا جيدة ولكن خصنا نساعدوه يعني المساندة غير مشروطة لا مشروطة كنتمنى من اللاعبين هذه 15 سنة الفريق ما بقاش فاز بلقب إفريقي هذه فرصة باش هما يكتبوا الأسماء ديالهم في تاريخ الرجاء البيضاوي ويفوزوا بهذا اللقب يتمناو يلعبوا بروح قتاليه ويجيبوا لنا هذا اللقب ان شاء الله غدا ان شاء الله حلقه اخرى غنحاولوا نهضروا على الحدث وكيبقى ديما الرجاء الرياضي هو الموضوع ديال الساعه قبل من النهايه ان شاء الله شكرا كثير سي مروان حيمر بالتوفيق معك النادي الرياضي السالمي شكرا لكم انتم بزاف 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 وكنعتذر للناس بزاف قالش اراء ديالهم كنعاود نقول اللي اختلف معنا فمرحبا به انا هنا باش نتناقشوا ونستافدوا من بعضياتنا واللي ما تناقش مع افكار ديالنا فالفين مرحبا به هنا باش ناخذوا فكره وفكره خلينا ماشيش باش نتجادلوا ولا باش نهاد بالعكس بالعكس واذا درنا جدل نديروا جدل ايجابي بيناتنا باش نخرجوا افكار تكون مزيان تكون ايميسيون عندها مستوى جيد مرحبا بانتقاداتكم مرحبا بارائكم مرحبا بالاسئله ديالكم كنشكركم كثير كثير كنشكر في النهايه السي محمد الوحوش السي خالد فرحان اللي كانوا معنا ورا الكاميرا الى اللقاء